السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أهلا وسهلا بكل المتابعين، تحية إليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. بصراحة غبت بعض الأيام على اليوتيوب، في العادة ننزل يعني كل يوم فيديو، ولكن غبت يومين أو 3 أيام لظروف معينة، واليوم رجعت مرة أخرى وحبيت نتكلم على موضوع مهم بصراحة، وبعضنا وكثير من المتابعين سألوني على هذا الموضوع. كما تكلمت يعني في فيديوهات سابقة على المشاريع الناجحة هنا في أندونيسيا، تكلمت كذلك على تكلفة المشاريع، تكلمت على بعض، أعطيت فكرة على بعض أنواع الإقامات هنا، إقامة عن طريق زواج أو إقامة عن طريق بزنس أو إقامة عن طريق عمل، كذلك إقامة عن طريق دراسة. المهم كثير من المتابعين يسألوني، قالوا هل مثلا يحق للأجنبي كي يفتح مشروع هنا، هل يحق يعني له أن يحق له يعني أن يتحصل على الإقامة؟ الجواب هو نعم، يعني يحق للأجنبي يتحصل على الإقامة عن طريق مشروع، ولكن في شروط معينة يا أخوان، اللي هي منها من أهمها رأس المال. يعني في رأس مال معين يمكن لك من الحصول على الإقامة، ليس أي مشروع. مثلا تفتحوا مشروع صغير، مثلا كوفي شوب، مطعم، سوبر ماركت، المشاريع هذه ما تمكنلكش باش تحصل على الإقامة هنا في إندونيسيا. هذا كلام عند موظف يشتغل في مكتب الهجرة والجوازات، يعني اتصلت بي وأخذت منه هذه المعلومات. كم هو المبلغ الذي يعني يسمح لصاحب يعني المشروع باش يتحصل على الإقامة؟ بصراحة ما عنديش هذه المعلومة المؤكدة، الأمر في هذا يعني ليس واضح، يعني الأمور في هذه الحالة. ولكن اللي نحب نقوله لكم، اللي يحق للأجنبي يعني أن يتحصل على الإقامة عن طريق مشروع، ولكن في شروط من أهمها نوعية المشروع، كذلك رأس مال لازم يكون في يعني مبلغ معين. ومن رأيي يا أخوان، هنا في إندونيسيا من أحسن الإقامات وأسهل الإقامات وما إيش يعني ما فيهاش إجراءات يعني صعيبة، اللي هي إقامة عن طريق زواج. بالطبع للناس اللي مش متزوجين، مش الناس المتزوجين. إقامة عن طريق زواج، في هذه الحالة تحصلوا عن طريق الزواج تقدر تحصلوا على الإقامة، هذا هو. ولكن الإقامة عن طريق مشروع فيها يعني فيها إجراءات وفيها شوي صعوبات من رأيي. هذا هو يا أخوان، وإن شاء الله الناس المهتمة بهذا الأمر إن شاء الله تفهم الموضوع. وكذلك نحاول بإذن الله نبحث عن التكلفة، يعني تكلفة المشروع كم بالضبط لكي تحصلوا يعني على الإقامة عن طريق مشروع. بالنسبة للدخول إندونيسيا، يعني تأشيرة وصول موجودة في المطارات، يعني قيمتها 35 دولار قابلة للتجديد. يعني إندونيسيا ما تفرضش تأشيرة على معظم الدول. كذلك في ملاحظة بسيطة قبل ما نختم الفيديو، في بعض المتابعين كذلك سألني، قال لي أنا عندي برنامج حاب نتزوج في إندونيسيا، هل ندخل إلى إندونيسيا فيزا سياحية أو في نوعية أخرى من التأشيرات؟ الجواب هو نعم يا أخي، تدخل إلى إندونيسيا بفيزا سياحية عادية، وبعدين تتزوج عادي، وبعد الزواج تحول هذه الفيزا إلى إقامة بالطبع. يعني ما في نوعية أخرى من الفيز تمكن لك من الزواج. أنا مثل حالتي، أنا مثلا دخلت إلى إندونيسيا فيزا عادية، فيزا سياحية، وبعدين حولتها الى اقامه، يعني تدخل عادي ما فيش اي مشاكل يعني. كذلك يعني الاخوه اللي حابين يزوروا اندونيسيا، نعاود ننبه مره اخرى، حاولوا دائما يعني تدخلوا بالتاشيره الوصول لقيمتها 35 دولار، لان في ختم اخر مجاني. ايش الفرق بين الختم المجاني وتاشيره الوصول؟ الفرق اللي هو الختم المجاني مدتها اقصى شيء 30 يوم، ليس قابل للتجديد، ولكن التأشيرة هذه اللي قيمتها 35 دولار هذه قابلة للتجديد شهر ثاني، يعني مدتها 60 يوم، ولكن قبل 30 يوم تروحوا للإيميجريشن وتجدوها. عملت على فيديو هذه يعني تقرير طريقة تجديد الفيزا السياحية في إندونيسيا، تقدروا تشوفوا الفيديو. هذا هو، أتمنى لكم الخير إن شاء الله الناس كل. بولي في التعليقات يعني أي سؤال أو أي ملاحظة أو أي فكرة، تنسوش دعمونا بلايك وتشتركوا في القناة إذا كان أول مرة تتابعوني. كان معاكم أخوكم معز تونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.